ايوه ماما، ايه ازيك عامله ايه؟ انا بقيت كويس الحمد لله. لا لا دول شويه حموضه من امبارح كده من المحشي اللي كلناه. لا 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 المحشي بتاعك جميل. لا انا اللي بوظته، حطيت عليه ليمون ومساحين وحاجات كده. لا انت تسلم ايدك طبعا. لا 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 يا ماما، رنين مغناطيسي ايه مش مستاهله. يا حبيبي انت هتروح عند خالتي اعتماد؟ اوكي. لا لا يا ماما مش هينفع خالص، انا عندي تصوير طول اليوم ومشهد تاريخي وشغلانه. بعدين بصي بصراحه انا جوز خالتي ده ماليش فيه خالص. ماما بقولك ايه، وانت رايحه لخالتي ما تاخدي المحشي بتاع امبارح لجوز خالتي. لا مش هو اللي هينبسط، انا اللي هنبسط. ماشي يلا مع السلامه. مع السلامه. احمد احمد عزت عزت حاجه مهمه قوي. ايه تعالى حبيبي، عندي جمله دي واقولها دلوقتي بس مش عارف اقولها. جات لك جمله؟ الف مبروك، وريني وريني. بقيت حامل يا حبيبي، بقيت حامل. الله حلوه قوي الجمله دي يا عزت. حامل ايه يا احمد؟ إيه؟ اللي تحتيها اخيرا انا بقب. انت عامل الاب؟ انا افتكرتهم حاطين لك الحامل عشان تبقى انت. لا لا اوكي اوكي اب حلو قوي. ماشي يلا سمعني ادائك كده. اخيرا انا بقب. دي فرحه اب؟ دي فرحه واحد شغل التكييف يا عزت. عزت انا عايز سعاده الابوه. ها يلا اخيرا انا بقب. لا لا ده هبل، ده هبل يا بابا، ما تعملش ده خالص. السعاده بص بص يا عزت، وانت اب انت السبب في اللي حصل، فيكون في فخر كده فاهم، فخر فخر الابوه. اخيرا بقب. معلش هدي كده ثانيه واحده. ممكن ممكن ما تجودش. حاضر. ما تجودش ممكن. حاضر. خليك معايا. ماشي. ضحكه الفخر يا عزت، افتكر ها اللي هي اخيرا هبقب. كده مش غرور؟ لا الغرور ما فيهاش الها اللي في الاخر. خد مني كده يلا اخيرا هبقب. حلو قوي. بص بقى هنزود بعد كده اللي هو المسؤوليه. هم هم ولا فخر يا احمد؟ الاثنين يا عزه. لازم تمسك كل خيوط الشخصيه عشان المخرج ما يوجهكش. لو المخرج وجهك هيركبك يا معلم. طب بص كده الهم يلا خير انا بقى. جميل. هنزود بقى في عمق الشخصيه شويه شك. انت دلوقتي الاب، لكن تعرف منين ان انت الاب الحقيقي؟ مش يمكن حد تاني؟ شفت الاستاذ محمود ياسين في الجلسه السريه؟ ما شفتوش. عزت ما شفتش محمود ياسين وعايز تبقى اب؟ معلش هنتصرف خلاص، شعر لي الشك كده على اللي انت قلته ده. اخيرا انا باب. حلو الهم هرب منك، ارجع للهم. اخيرا انا باب. ضحكه الفخر بقى. شعر مسؤوليه كده من ورا على خفيف على خفيف. لا لا في الجمله ركز معايا. اخيرا انا باب. سعيد اسعد اسعد. اخيرا انا باب. اخيرا انا باب. افخر ها. ايوه اخيرا انا باب مع الضحكه. لا 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 من غير هبل. شعر شعر احمد ده كتير قوي مش عارف اجيبهم كده. معلش هو ورا بعض، هي الشخصيه مركبه. يلا مركبه. ها اخيرا هباب. ضحكه الفخر. تاتش الهم. اخيرا هباب. الغي الهبل، شيل شيل. طبيعي بقى. ايوه اخيرا هباب. عزت اللي انت عملته ده حلو قوي حلو قوي. انا حاسس ان الجمله دي هتوديك في مكان تاني خالص. انت ممثل مش اقل مني. ربنا معاك احمد. لا 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 هيصوروا. لا عزت هيصور. يلا يلا اهو عزت جاهز. يلا حبيبي يلا يلا. ها اشفط بطنك، جهز نفسك، وفر طاقتك، مفيش مخرج يركبك. فخ هم ضحك بره اطلع. الواد ده هيكسر الدنيا. يلا داير اند اكشن. مبروك يا حبيبي انا حامل. اخيرا انا باب. كات. هو ايه المضحك في كده يا استاذ؟ ده يا استاذ الفخر مع السعاده. فخر ايه يا اخويا؟ مع السعاده. فخر وسعاده بيعمل الهبل ده؟ نلتزم بالورقه لو سمحت. انا اسف يا استاذ. يلا كمان مره داير. يا حبيبي يا حبيبي بقول اكشن ممكن. حاضر يا استاذ انا اسف. يلا اند اكشن. اخيرا انا بقى. كات.
ايه ده بقى؟ ده حضرتك الهم مع المسؤوليه. انت ضارب حاجه يالا؟ لا والله يا استاذ، دي جمله صغيره، اخيرا هبقى اب. لا يا استاذ، مفيش حاجه اسمها جمله صغيره ولا جمله كبيره، دي شخصيه وليها مسؤوليه وليها ابعاد. انت مين يا ابني اللي قالك الكلام ده؟ استاذ احمد. استاذ احمد مين؟ استاذ احمد امين اهو. استاذ احمد امين. لا بص يا حبيبي، خليك مع الاستاذ حمدي المخرج، اخر فرصه ليك. حاضر يا استاذ. يلا اند اكشن. الواد ده يمشي بره. لا 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 يا استاذ، سيبوني سيبوني، ادوني فرصتي بره يا ولد. استاذ بره حاجه ولا شخصيه مركبه؟ بره هقول جمله واحده بس يا استاذ، ارجوك ارجوك سيبوني سيبوني. غبي نسي الشك. طبعا الامهات انواع، ولو عايز فعلا تدرس انواع الامهات دراسه دقيقه في ثلاث طرق مش هتخرج عنهم. اما انك تروح اجتماع اولياء الامور في المدرسه، وده طبعا لو قدرت تصحى بدري بيبقى وقت سخيف، او انك تشترك في جروب واتساب بتاع الامهات اللي في المدرسه برضو، بس انا الجروب ده ما انصحش بيه لانه هيدمر لك حياتك الشخصيه، هيدمر لك جهازك العصبي، وهيدمر لك جهازك الموبايل نفسه كله. او انك تروح مع ولادك التمرين في النادي، ولو تمرين السباحه بالتحديد يكون التصنيف ادق واوضح. وانت قاعد في تمرين السباحه كده بالعين المجرده، هتلقط اول نوع من انواع الامهات، وهي الام الاخطبوط. دي حاجه حلوه على فكره، مش وحشه، الاخطبوط ظريف بالمناسبه. دي بقى الخبره كلها، دي بتبقى ام بقى لها فتره محترمه معاها 3 اطفال، وانت طالع هرسه كل الحاجات في كل الاوقات، توافق عضلي عصبي مش طبيعي. تلاقيها بتقلع الولد التيشيرت بايد، الشورت بالايد الثانيه، الجزمه والشراب بالايد الثالثه، في نفس اللحظه تلبسوا المايوه والنضاره والبونيه والزعانف في حركه واحده. لا وايه كل ده وهي بتحل واجب الحساب مع اخته، بتغير البامبرز للبيبي، بتشرب مانجا، وبتحاسب التاكسي. جباره. في عندك بقى الام المتكهرب، اللي انا بسميها الفولت العالي، دي بقى ام مذعوره مرتفعه التوقعات، بتبقى مرعوبه ان ابنها ما يكونش في المستوى المطلوب باي شكل، او ان يبقى متخلف عن اصحابه باي نسبه، ان شاء الله 3 سنتي. عادي جدا انك تسمعها بتحلف الكابتن ان غياب ابنها عن التمرين الاربع اللي فات مش هياثر على امكانيه اشتراكه في سباق 100 متر فراشه في اولمبياد 2030 ان شاء الله، ويسجل رقم قياسي في بطوله العالم للناشئين. وتروح طبعا تقعد متوتره هي بتراقبه، تلاقيها بتتكلم في التليفون، هم الاولاد ما خدوش هوم ورك عربي؟ حضرتك هوم ورك؟ طب تحب اكلم المدرسه؟ طب اروح للاداره؟ طب اصعد الموضوع للوزاره؟ طب تسالي الباقي؟ الله يخليك تردي عليا، انا مش عارف اعمل ايه. الهوم ورك العربي الولد بيضيع مني، انا مش عارف اعمل ايه. الولد اساسا في ثانيه حضانه وتقريبا بينزل يبل رجله في الميه. دي ما مش قصه، ده ليه الفولت العالي ده؟ طبعا دي يستحسن تقعد بعيد ثالث رابع صف، عشان الفولت العالي الكهرباء مع البسين مش حلو للاطفال. يعني في بقى الام اللي هي الحاضر الغائب، اللي هي بتتكلم عن نفسها كانه حد تاني، دي بتبقى مش عارفه هي رايحه ولا جايه، بتكلم الواد عن حد تاني غيرها على انه هو. يعني مثلا تقول لابنها ايه؟ يلا خلص اكلك، ولا عايز ماما تزعل منك؟ ماما مستنياك هنا لحد ما تخلص تمرينك، انزل من فوق الشجره يا حبيبي، ماما هتزعل قوي لو وقعت واتكسرت. انا في الاول كنت فاكرها خالته او خطفاه، بس لقيته بيكلمها من بعيد يا عيني، وهي بترد تقول له ايه؟ ماما مش سامعاك. ماما سمع ماما، علي صوتك. تقول له ماما برضه. في لخبطه. وعندك طبعا كمان الام الفخفخينه، دي بقى اي تناقض غير طبيعي، عندها حالتين في نفس الوقت بيشتغلوا مع بعض. تلاقيها ماسكه ابنها سلخاه زعيق وتهزيق، اللي هو يلا يا ولد البس بقى المايوه، طلعت روحي قله الادب دي، مش قاعده انادي عليك من الصبح يا زفت، انت واد مقرف، مين حبيب قلب ماما؟ ها؟ انت بوسه بقى يا اختي، الله السكره دي، دخل رجلك عدل يا ولد، ما تخليش اضربك قدام الناس، اضربك على الرجل البقلوزه دي القمر دي يا ناس، والله يا حبيب مامي بموت فيه موت. حضن كبير بقى، حضن كبير لمامي يا زفت، اتعدل. يعني رايحه منها خالص يا عيني، هربانه منها. الولد بقى تلاقيه عامل تعبير واحد في الحالتين، في الشتيمه وفي البوس، تلاقيه عامل كده. قشقش شوهته عاطفيا خالص يا حرام. في بقى ايه في تمرين السباحه برضو، الام المثاليه بالنسبه لي انا، او تقدر تسميها الام الكلاسيكيه، ام الستينات، ام المصريين، حاجه في الحدود دي. دي بتلاقيها قاعده لابسه كلاسيك جدا، كل حاجه مكويه جدا، جزمه بتلمع، يعني تحس ان هي رايحه الشغل بالنهار مش حمام سباحه خالص، انها فارق شعره من الجنب، لابس مايو كحلي محافظ، ها مفيش بقى سبايدر مان وسبونج بوب وقله القيمه دي خالص. جوزها قاعد جنبها افندي في نفسه، مزرر كل زراير القميص بما فيهم الرقبه والكمين. هما بيبقوا كلهم كاسره عاملين تعبير واحد بس على وشهم ما بين الضيق والتاثر، عاملين كده. خد بال حضرتك، في حاله فظيعه من الوقار،
الكلام في اضيق الحدود، ودول بقى اللي تلاقيهم بينادوا بعض ايه بيا ماما ويا بابا، تقول له ما تنساش يا بابا معاه الدرس اللي تشيله بتاع الولد بكره، يقول لها حاضر يا ماما، حاله كده مش بتاعه النهارده خالص. ستينات. وفي بقى طبعا الام الرايقه بقى، لا دي عسل بقى خالص، دي ضربه الدنيا طبنجه وضربه شعرها طبنجه او اصفر يعني حاجه زي كده، في نفس الوقت تلاقيها قاعده مبتسمه تشاور لابنها باي باي كده كل ساعتين ونص او كل تمرين والتاني، عارف سبت واربع تطمن عليه، بترغي في التليفون، بتتشات، تسمع مزيكا، سمعت بينك، فاهم؟ مش جايبه معاها بقى ولا علب بلاستيك ولا هدوم ولا قماش ولا اي حاجه، معاها بتاع صغيره كده في ايديها حاطه فيها الموبايل وخلاص. لما ابنها يفرفر من الجوع خالص بتجيب له كيس جيلي كولا مثلا وتتلخبط في اسمه، يلا يا يوسف الجيلي كولا هيبرد، يقول لها حمزه يا ماما. هو ولد واحد اللي معاه مفيش، رايقه خالص يعني، موضوع الامومه ده مش كارها مش شغلتها، فاهم؟ جايه هنا غلط مش منطقتها خالص. في كمان طبعا وانت قاعد على حمام السباحه هتاخد بالك من ام ظريفه قوي اسمها ام الشهيد، انا بسميها كده ام الشهيد. دي الام اللي حاسه ان الخطر بيحوط ابنها من كل ناحيه، قاعدة في الكرسي مبرقة عينيها متشنجة قرصة على ركابها بصوابعها العشرة وبتصرخ بقى ابعد عن السور ابعد عن السور، ايه العصافير دي ايه العصافير دي كلها، اجري يا عمر انزل تحت الترابيزة استخبى ورا عمه، اعمل يا كابتن الولد بيغرق الولد بيغرق الحقوه. حضرتك ده في تمرين السباحة مش عجبها والحرب خلصت واحتمال يعيش، مش مستاهلة. وفي طبعا بقى الام البيزنس، دي الام اللي بتستغل فرصة وجودها في اي تجمعات علشان تبدأ تروج لبضاعتها باي شكل كان، يعني 12 حتة وبتبيعهم ما بتكسبش اي حاجة غالبا، عندها احلام ثراء سريع وغالبا بتستخدم ابنها كمانيكان، يعني هو ملبسها كل منتجاتها معتمد عليه كشماعة الستاند المتحرك بتاعها. بصوا يا جماعة التيشيرت ده قرب كده حمادة، ده قطن 100% في منه الموف والفستقي والبيبي بلو، بصوا الشورت ده معلش لف كده حمادة حبيبي، في منه ولادي في منه بناتي سمول وميديوم ولارج، معلش يا حمادة تقلب كده تيوب، بص حضرتك في الرجلين ده برضو شكل لطيف، ويعني ساعات حرام بتجرب عليه درجات الوان الميك اب لفه الطرح والاكستنشن وحماده شغال بزنس بقى. في بقى الام البومه دي اللي هي متشائمه بقى على اي حاجه، يعني يا دي النيله الواد ده شكله كده عمره ما هيتعلم السباحه ابدا، ما هو في ناس كده في ناس كده لا بتتعلم ولا بينفع معاها ولا بيبان عليها اي حاجه، يعني انا حظي كده انا حظي مايل، يعني لا تمرين سباحه ولا مدرسه، يا ربي الواد شكله هيسقط السنه دي، بيقولوا الامتحانات جايه من بره المنهج والمدرسين هيستقصدوا الواد غالبا، يعني الواد هيسقط وهيغرق وانا هفشل. ايه ليه بومه؟ وفي ام دي ممكن نسميها ام المجاعه، كل الامهات بتستلقى اولادها بالفوط والبشاكير والبرانس، ودي تستلقاهم بعلبه التلاجة البلاستيك اللي هي مليانه ايه رز وخضار ولحمه مع بعض، او مكرونه وفراخ او محشي وكفته، ايه الجو ده يعني، كانها رايحه لهم زياره في حجز مش بقالهم ساعه في الميه، وبعدين قبل ما ينزلوا مباشره ضاربين سندوتشات بيض بالبسطرمه وحلاوه بالقشطه. طب ما انتم مروحين خلاص يعني نص ساعه وهتبقوا في البيت، ما تعلق لهم محاليل احسن وهم في البسين. انا بتهيالي دي ما نسميهاش ام عاديه، دي الماسوره الام. وطبعا في الام الفرانكو عرب، دي اللي بتستعمل لغه خليط ما بين العربي ونقدر نقول انه انجليزي، يعني هو بس ركيك شويه كنوع من انواع الوجاهه الاجتماعيه، وعشان الاولاد برضو ايه ينشطوا الانجليش بتاعهم، يعني اللي هو يلا يا ادم البس الشوز، يلا حبيبي هنركب الكار نروح باي، سي باي لاصحابك، يلا ادي كابتن كيس وهاج، قول لهم سلام عليكم. عارف انت النوع ده من الامهات لطاف جدا. عزت انت فاهم قصدي؟ انت فاهم انا بتكلم في ايه؟ لا ما فهمتش حاجه. عزت اللي انا اقصده ان بعد كده لما يجي لك دور اب ما تعملوش. يا نعمل ايه؟ تعمل دور الام يا معلم. ماما روح قلبي ماما، كل سنة وانت طيبة يا ماما. جايب لي ورد؟ ده ابوك ما عملهاش من يوم كتب الكتاب، ثم الورد بيموت. انت بتفاول عليا؟ الهدية دي روح وديها لحماتها، روح روح. ماما حبيب قلبي ماما حميدة، كل سنة وانت طيبة يا ماما. جيب يا مجهور يا أحمد بتتريق عليا عشان أنا حتى ما بعرفش أشوف في نور النجفة، الله يسامحك
ماما. حميدة حبيبي. كل سنة وانت طيبة يا ماما. ايه اللي في ايدك دي يا حبيبي؟ دي حلة اخر موديل. حلة؟ طبعا، ما انت فاكرني بوتاجاز قاعد في المطبخ مستني حلة يلسوع فيها. خد الحلة دي وسخن فيها مية وروح استحمى. يلا على بيتك. ماما. أحمد يا حميدة. كل سنة وانت طيبة يا ماما. وانت طيب يا حبيبي. ايه ده بقى اللي في ده؟ ده خلاط خمس سرعات. خلاط تاني يا عديم الخيال؟ ده انا الأمم المتحدة لو بعتت لي لجنة تفتيش هتلاقي عندي مخزن خلاطات تحت الأرض. رجعه لمراتك خليها تعمل لك بيه فخفخينة. يلا يا واد. هي الآخر زمن. ماما. أنا عارف. ماما. 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 تا تا. يا معلم لا ما اكلش معاها، هزقتني بس بالادب. انا زعلانه خالص بجد. ماما دلوقتي بس اقدر اقول لك كل سنه وانت طيبه. جايب لي عربيه يا احمد؟ عايزني اتبهدل في السواقه في الشارع؟ يا ريت. مش عربيه، هليكوبتر. وانا غبي؟ مش هليكوبتر برضه. دي مفاتيح فيلا جديده في هاواي وعلى البحر. ويا اذكى اخواتك، هشوف خالتك ازاي. عملت حسابي، جبت لك طياره خاصه. طب ومين اللي هيسوقها؟ وبالطيار بتاعها كابتن مجدي. اتفضل ماما. كابتن مجدي. كابتن مجدي. ماما. مساء الخير يا هان. مساء النور مادام. ها؟ طب والمين اللي عايز؟ ومضيفة وممرضة. اتفضلوا يا جماعة، منورنا، أهلا وسهلا. مساء الخير يا دام. اتفضل. أوه. كل سنة وإنتي طيبة يا مامتي. وبعد الأيام تفرحي وتتهني وفي عيدك نغني ونضرب لك سلام. يا سلام يا سلام. آه يا أحمد. مش قادرة أصدق يا حبيبي. يا حبيبي أنا مش عايزة هدايا ولا عايزاك تبعت فلوسك. أنا كل اللي أتمناه إني أشوفك مبسوط أنت وعيالك ومراتك. مبسوطين؟ بس انا دلوقتي تعبانه ولازم اروح انام. وبعدين مين اللي هينظف المزبله اللي انتوا عملتوه دول؟ امشي برا برا برا. لما عيالك ومرجع على برا برا برا. يلا وانتوا كمان يلا برا برا برا. العشاء بتاعكم على القهوه. اتفضلوا. نعرف يا رب يا نظف ده كله ازاي. يلا اتفضلوا اتفضلوا. لا وانت كمان برا. ماما برا. طب ناكل حاجه؟ طب البيتزا الصغيره دي بيتزا ايه يا نفس؟ طب طب يلا. حاجه ساقعه. طيب حاجه ساقعه. ايش سابوني لوحدي والبيت فضي عليا؟ بيوحشوني ولاد الايه. سمعت انا الحته بتاعت ولاد الايه وبيوحشوني في ال. هو انا عودتك تتصنع طبيبان برا؟ ماما من القاخان الأعظم والظهير الأيسر رأس الحرب الأشعث كابتن هولاكو قائد التتار والمدير الفني للمنتخب الوطني المغولي. إلى فين الأمير عز الدين أيبك؟ الأمير عز الدين أيبك مات. البقاء لله.
وفين الأمير أقطاي؟ الأمير أقطاي اعتزل. الله يرحمه. لا ده اعتزل عادي ما ماتش، ممكن يدرب يعني. شش لا سيبوه. إيه الولد دمه خفيف بيهزر، ضحكته تتاري كده. استنى، أنت عايز تفهمني إن في رسالة ما وصلتكش؟ أنت بتستهبل، الفيس مديني سين. وفين السيدة اللي بتحكم مصر؟ ماما؟ ماما بتحكم مصر؟ ماما بتحكم مصر؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك؟ أهلا، ازيك يا ماما؟ جت! إيه يا أستاذ؟ اللي أنت بتقوله ده أستاذ؟ معلش ماما جت، ماما. ماما جت؟ وبابا جاي امتى؟ بابا غالبا الساعة 6 راكب ولا ماشي؟ لا ما انا لو قلت لحضرتك بسكليت هندخل في حتة. هتهرج يا استاذ. لا والله بابا ايه وماما ايه؟ جرى يا جدع انت؟ هو انا مش مالي عينك ولا ايه؟ لا 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 ماما 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 ده الاستاذ حمدي المخرج اللي حكيت لحضرتك عنه. انت ايه؟ ماما الاستاذ حمدي، استاذ حمدي ماما. اهلا يا حاج. اهلا يا خوي. النور ده يا ماما، المفاجآت الحلوة دي. أصل أنا كنت بزور خالتك اعتماد وخدت لها بقية المحشي اللي كان فاضل منه. بصي ما ينفعش كلام المحشي والحاجات دي تتقال. ما ينفعش، أنت منورانا. ما أنا قلت لها خسارة فيك المحشي. أوكي. وخدت ومشيت وقلت لا بقى أنا لازم أروح أزور ابني النجم الكبير. ما شاء الله عليك. لو بس تقعدي 5 دقايق ها تشربي حاجة كده وأنا هخلص أحكم مصر وأخلص موضوع التتار ده. بصي منظره معايا خلقهم ضيق. مش هينفع. يلا حبيبتي ميرسي قوي منورانا. انا اسف يا استاذ. طيب. معلش ناس. ستاند باي هنصور. ايه ده بتعملي ايه يا حاجه؟ مش قلت هنتصور ماما؟ يلا سمع. اوكي المشهد ده اصله كلامه ملعب كده. لا انت قدها يلا. سمع بقى. انا حافظها. قول. تقتلني يا بيبرس. تقتلني بخنجر مسموم. ايوه تقتلني وانا قولها لوحدك بقى. انا المشهد صعب وكلامه صعب قوي. انا مش بحب التاريخي ده. معلش قول يلا. تقتلني وقد كنت ساتنازل. ايوه عن كرامتي. ساتنازل عن ايه؟ ما تبصليش كده. عن الحكم. كنت هقول عن العرش. عرش ايه يا ابني؟ ده انت تنقص نص درجه كده. ماما بص انا مش قادر، انا تعبان جدا. ما انا قلت لك كل دلوقتي وبحفظ بعدين. طيب طب شويه نحفظ بس. طب نحفظ. بس خد من السيره دي ترم عظمك. ده انت كمان شويه هتتقتل. وده لوحده بقى ما ينفعش على معده فاضيه. أيوه. ده انت كمان شويه يا حبيبي هتاخد سفوريا في صدرك. يعني المشهد هيبقى محتاج حزق ومزق وقص ولزق. حزق ومزق وقص ولزق. كل يا حبيبي كل ده انتوا بتتعبوا قوي يا ضنايا. يبقوا يشوفوا اللي بيقولوا عليكم بتاخدوا فلوس قد كده. طيب يلا ستاند باي. ايه اللي في بوقك ده يا استاذ؟ ضرب محمد. طيب اتفضل تف اللي في بوقك. حاضر. احمد انا علمتك كده؟ تف اللي في بوقك يا استاذ. حاضر. احمد هتبقى نوتي. تف اللي في بوقك بقى خلينا نخلص. جرايه يا جدع انت، ما تسيبه يتهنى على اللقمه. خلاص يا ماما. ابلع براحتك يا ولد. بقول لك ابلع براحتك. حاضر بلعت، تفيت. طب يلا ستاند باي. طيب. اتفضل يا حاج. ماشي يا اخوي. اند اكشن. هتقتلني يا بيبرس؟ هتقتلني ايه؟ فين الكلام؟ فين الكلام؟ رايحة فين يا حاجة؟ يا اخويا مش احسن ما يقشط لك على المشهد؟ الخنجر المسموم ارحم. قول لي يا حماد. اي ماما. صاحبك اللي هناك ده بيعمل ايه؟ لا ده بيظبط الكاميرا علشان نصور بقى. مصوراتي يعني. مصوراتي. عارف وانت صغير كانت صورك بتطلع حلوه قوي. هو بيطلعك حلو كده برضو؟ ده لو طلعني اصلا يا ماما. انا بقى نفسي بقى تشتغل زي الراجل المخرج اللي قاعد هناك ده. مش معنى يعني ما بيعملش حاجه، سايبكوا يا اخويا تشتغلوا وتمققوا عينيكوا وهو قاعد يتفرج على التلفزيون. لا تلفزيون يا ماما، ده بيشوف المونيتور. ان شاء الله يكون بيتفرج على حديث الروح. وبعدين ده فالح كل شوية يقول لي أكشن أكشن. ده أنا لو جبت عيل من بتوع الميكروباص هيقول أحسن منه. بصي بصراحة هي في دي عندك حق، هو قاعد ما بيعملش أي حاجة. هو لو بيفهم ما يعيدش 80 مرة يا ماما. ده بيتعامل معانا على إننا تماثيل. ما
مش هو ده اللي انت قلت لي عليه بطيخ؟ ايوه اللي انا مسجله على الموبايل حمدي بطيخ. هو شكله كده بطيخ. اخ بطيخ خالص. انت اول ما تخلص عايزك كده تكلم زمايلك يصورونا صوره حلوه كده بالكاميرا الحلوه اللي هناك دي عشان احطها على الجروب اللي في الواتس بتاع خالاتي. لا بصي مش لازم الكبيره دي، اقول لك على حاجه تيجي ناخد سيلفي ولا ما تحبيش المغامرات؟ لا 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 ناخد سيلفي. مغامرات؟ لا 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 مش لازم كده. بصي اقول لك على حاجه، تيجي نقول تشيز. ايه بقى قله الادب دي؟ لا اللي هي الجبنه يا ماما، التشيز العاديه. الكهن ده، طب ما نقول جبنه. طب نقول جبنه. لا لا استنى استنى، خالتك اعتماد بتتصل. طيب ماشي. ايوه يا اعتماد. جاهز يا استاذ؟ يا استاذ يلا بينا. بعد كده لما تحب ترغي يبقى اقفل المايك بتاعك عشان انا قاعد على المونيتور وسامع كل حاجه. لا دي الحاجه دردشه دي، ده انا مش قاعد في البطيخ. ما هو البطيخ حاجه وحشه. حاجه وحشه. محسن. محسن ليه؟ هات الخبز بس اللي هناك دي. اتفضل. ايوه استاذ. في ايه؟ محسن خد الدور مكانك. لا لا انا كنت بحب الدور ده جدا. في ايه ماما؟ هو اخذ الدور الدور الدور. لا ولا بطل شحتفه وقول لي في ايه. هو بطيخ بطيخ الدور. محسن بيجي كده اخد الدور. محسن دي دلوقتي بس خد منك الدور. الدور بتاعي انا خدته. مفيش ليه؟ ايه بس اخدت منه الدور ليه يا استاذ؟ انا حر. بصي. انا حر يا امي. بصي يعني ايه حر؟ الله، والتسميع اللي قعدنا نسمعه والتشكيل اللي شكلناه ومنهدل مع الولد طول النهار، يعني ايه حر؟ رجع له الدور احسن لك. حاضر هرجعه له. حاضر حاضر يلا. لا يا يلا حبيبي رجعه له قدامي دلوقتي. اتفضل يا حبيبي الدور. ما تيجي تخرج احسن يوم اخرك. وانتوا بتعملوا حاجه اكشن كات؟ هي شغلانه يعني؟ اتكل على الله روح. يلا شوف بتعمل ايه. يلا يا محسن. يلا حبيبي معلش يا بابا. اوعى تخلي حد ياخد دورك منك. حاضر. يلا يا حبيبي روح اغسل وشك كده وروح. حاضر. يلا. حاضر. معاك منديل تنف؟ فوق امي هنف. يا ولد هتوسخ الهدوم والراجل الستايلست هيدوخنا. مهما عملتوا فيا مش هتنازل عن حق شعب مصر كله. كات. لا 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 الكلام ده ما ينفعش. ده انت يا ابني مجروح ومنفعل. وبعدين بقى لما تيجي تقول شعب مصر كله لازم تقولها بفشخره كده. اقولها بفشخره كده يا استاذ؟ اسمع كلام ماما يا احمد. اوكي تعالى حاجة. تعالى حاجة. تعالى النهارده ماشي. روح اعمل لي واحد شاي. جاهزين يا شباب؟ 3 2 1 اكشن. اجمل حاجه في الامهات انك تحس ان كلهم واخدين نفس الدوره التدريبيه في الامومه، واخدين نفس المنهج، مذاكرين من نفس الملزمه، ويا ريت بفايده. انت عارف حضرتك انا مثلا ايه بلاحظ كده شويه ان الامهات عندهم تهديدات مش مرعبه بالمره، وجمل كده غريبه وسرياليه حبتين تفهمهاش خالص. يعني مثلا تهديدات من نوع ايه؟ تقول لك هقوملك ولد هقوملك. طبعا اولا هي عمرها ما نفذت التهديد ده خالص، وعمرها ما قامت فعلا، ولا عمرها هتقوم من مكانها. اصل انا بالنسبه لها اتفه بكتير من انها تبذل المجهود ده علشان يعني. بعدين افرض انها قامت، معلش يعني ايه الرعب في كده؟ مش فاهم. واحده ست زي القمر كده زي ماما ومعهاش سلاح الا يعني الابره بتاعت التريكو ولا حاجه، وهتقوم ومفيش اي مفاجاه في الموضوع لانها بتحذرني بتقول لي هقوملك. فايه اللي ممكن يحصل لو قامت؟ فين التهديد؟ لو قامت هجري بسرعه واقعد مكانها وخلاص. التهديد الشهير بقى اللي هو بتاع ايه؟ انت مش لاقي الكذا؟ طب لو قمت وجبتها لك؟ والله يبقى كتر الف خيرك. يعني انا مش فاهم المفروض اخاف منك تلاقيها ليه؟ يعني ما انا بدور عليها اصلا، لو قمت وجبتها لي هنبسط. فين الخطر؟ هاتيها. تيجي ماما برضو تقول لك ايه؟ انا هعيد تربيتك كلها من الاول وجديد.
على فكره انا المفروض ازعل واتعصب واقلب الدنيا مش حضرتك، انا الزبون المفروض ان انا جاي علشان اتربى، ده كان الاتفاق من الاول. الشغلانه باظت بقى ست الكل دي مش من عند انا مش هشيل العطله دي، انا مش كفايه ان انا ما خدتش خدمه كويسه وانت مهمتك الاساسيه باظت وباعترافك، ويبقى مين اللي يقفش؟ معلش عايزه تعيدي تربيتي يبقى على حسابك، وكل واحد يشيل شيلته بقى. يعني ما توفقتيش في المره الاولانيه وانا سكت، ما حبيتش اعمل مشكله كمان بتشخطي فيا، وبعدين دي المفروض تبقى جملتي انا بقى بالمناسبه. انا الشغل ده ما يعجبنيش، اتفضلي عيدي لي على تربيتي كلها من الاول بقى، ومعلش ركزي تاني علشان خاطر شغلك يبقى كويس المره دي. وعلى فكره التربيه لو ما عجبتنيش المره دي مش هستلمها. اتصرفي بقى يلا بقى. ولما ماما تزهق بقى تلاقيها بتقول لك ايه، والله لا اسيب لكم البيت وامشي ومش هتعرفوا لي طريق تاني. انا سمعتها كتير قوي الجمله دي بصراحه. طب وليه ماما جو برامج المفقودين بتاع القناه الثالثه ده؟ ليه تغيبت عن المنزل الحاجه فلانه منذ 3 اسابيع؟ نفسك تسمعي الجمل دي يعني؟ ليه كده؟ ليه جو المطاردات والاكشن والقفش وبتاع؟ طب ما تسيبي البيت يعني ونعرف مكانك عادي لو انت عايزه تفكي شويه. لسه سبنس، ما هو انت يا اما عند خالتي اللي في فيصل يا عند طنط نوال جارتنا اللي في الرابع، هي دي الاماكن اللي انت بتروحيها، مش لغز يعني. اللي انا قلته ده طبعا كان عينه عشوائيه من تهديدات الامهات اللذيذه. ماما بقى كمان عندها شويه جمل سرياليه مالهاش اوقات محدده، ودي بقى انت ما بتفهمش ايه المطلوب منك او ايه المقصود بالكلام، شويه طلاسم كده بس من ماما بتبقى الطلاسم دي زي السكر. تقول لك انت فاكر البيت ده منسيون تاكل وتشرب وتنام؟ الحقيقه ايوه، انا فاكر ان هي دي وظيفه البيوت الاساسيه، دي معلوماتي، ان اكل فيه واشرب وانام. انا مش جاي استخرج فحم ولا حضرتك كنت جايبانا غير الديكور، انا جاي اكل واشرب وانام. بس لو في اي انشطه تانية حضرتك تحب ان امارسها انا ما عنديش مانع. يعني في عندكم ايه في البيت؟ في دورات تدريبيه، في نادي صحي، صالون ادبي، تعليم تريكو. انا صحيح كان بقالي فتره عايز اتعلم ياباني في البيت لو عندكم السكه دي. اعمل ايه طيب؟ ما انا بلاش انام. او مثلا تقول لك ايه يا اخويا، يا ريتك حافظ دروسك زي ما انت حافظ الاغاني كده. يا ماما انت مش هتنبسطي لما تشوفي شاب مراهق بيستحمى وبيدندن مثلا نظريه فيثاغورس، ايه علاقه الاغاني ايه المقارنه دي؟ الحاجات ليه داخله ببعضها؟ عايز افهم. او تقول لك مثلا ايه، زمان واحنا صغيرين تقول قوم اقرا لك كلمتين ينفعوك. بص يا ماما، اعظم كلمتين في الوجود مهما كانوا لا يمكن ينفعوا اي حد باي شكل من الاشكال. كلمتين هيعملوا ايه؟ وبعدين انهي كلمتين؟ طب ما تكتري العدد شويه، يعني خلي ايدك فرطه، قولي لي خد 12 كلمه 47 كلمه مش كلمتين. طب تختار لي الكلمتين على الاقل، يعني ما تسيبنيش كده. او تقول لي مثلا انت فين، تقب وتغطس وتبقى قدامي حالا. اقب واغطس ليه بس؟ يعني هو انا جاي في الاتوبيس النهري؟ هطلع لك من البلاعه، انا جاي بري عادي من الدائري. لما اجي بقى الاقيها ايه، قاعده في الضلمه، تهز النجفه، قاعده على الكرسي المذهب الكبير بتاع الصالون، مدياني ظهرها وتادي بقى اداء مرعب. خش واقفل الباب وراك، الساعه كام في ايدك؟ كنت فين لحد دلوقتي؟ كل جو الاف بي اي بقى اللي احنا ايه عارفينه ده، يعني كانها بالظبط مسكاني تحري او رجالتها جابوني في شوال. انا راجع البيت بارادتي على فكره يا ماما. اخش طبعا وهقفل الباب ورايا وهطفي النور وهلبس البيجامه وكل حاجه. في ايه؟ ابدا اجاوب بقى على اسئلتها العميقه دي بقى كلها، ولسه هفتح بوقي تقول لا ما تردش عليا. الله، طب ما انت بتساليني، اما انت مش سالتيني انا كنت فين؟ المفروض السؤال انت كنت فين ده اعمل ايه؟ اطلع الخريطه واشاور مثلا، ابعت لك لوكيشن، اعمل ايه؟ زي ماما برضو تيجي في لحظه كده وتقول لي انا رميت طوبتك خلاص. انا عايز افهم ايه موضوع الطوبه ده؟ ولما هي طوبتي انا بتعمل ايه عند حضرتك؟ يعني هل شايلها في النيش مثلا لغايه ما تتم 21 سنه؟ طوبتي انا حر، ما حدش ياخدها، ما حدش يرميها. بعدين انا مأمنك عليها تروحي ترميها كده في ساعه غضب من غير ما تاخدي رايي؟ طب رميتيها فين طيب؟ انا هروح اجيبها واشيلها بمعرفتي خلاص كده. رميت، يعني كل اللي بينا انتهى، علاقتنا باظت اتدمرت، هنقطع الجوابات ونرمي الطوب. انا والله ما عنديش مانع ماما تقول اللي هي عايزاه، كفايه اللي انا بعمله فيها الصراحه، لكن كل اللي انا محتاجه ان انا ابقى فاهم بس انا بتهزق من انهي حته.
كأب ممكن تقارن نفسك أو مشاكلك أو ضغوطك بالأمهات. اوعى يعني تقعد تقول لي بقى أنا عندي فلوس ومشاكل ومديري بيغلس عليا. حبيبي خلينا نبقى حقانيين، مفيش مقارنة ما بين اللي العيال بيعملوه في الأمهات وما بين اللي المدير بيعمله فيك. يعني عشان تفهم قصدي، عمر مديرك اللي في الشغل ده جه قاعد فوق كتافك؟ عمره فجأة ساب مكتبه وقرر يقعد جنبك يصرخ في ودنك بدون أي سبب واضح أو أي طلب محدد؟ هل مديرك مثلا بيشد شعرك في اتجاهين عكس بعض لحد ما تحس إنك فقدت الذاكرة؟ بيوقع كورن فليكس على شغلك؟ بيتفتف الأكل في وشك؟ بيرمي نفسه على الباركيه في المكتب ويعيط ويرفص؟ مديرك بيمسكك من وشك كده وبيقعد عشان تبص له؟ يقعد يحوله بعنف كده، يشده كده 83 مرة في اليوم عشان تبص مثلا على لوحة مديرك راسمها عبارة عن خط بالقلم الشمع زجزاج وفيه خرم بس، هو ده كل الفن؟ مديرك بيضرب أخوه أو زميله يعني بسيف باور رينجرز في أي حتة؟ هل بيلون على الحيطة بتاعة قطك بالمكياج ويتخض فيحاول يمسحه بكريم الشعر؟ مديرك بيعمل كده؟ أؤكد لسيادتك إن لو المدير بتاعك عمل يعني حاجتين بس من الليسته دي كلها وانت ما قمتش مسكته كلته علقة موت وصوتك جاب لاخر الشارع، ابقى قول بقى يا سيدي ان الستات بتأفور وان هم بيقولوا اي كلام وبيتشطروا على الاصغر منهم والحاجات دي. حط نفسك مكانها يا اخي، هي الستة تعمل ايه يعني؟ يعني يا اما هتصرخ وهتتنطط لها شويه، يا اما هتمشيها قانوني وتنزل تعمل لهم محضر عدم تعرض في اقرب اسم شرطه ويجرجروا بعض في المحاكم بقى. بص من الاخر بقى، الامهات دول يعملوا اللي هم عايزينه ويبقى على قلبنا زي العسل كمان. لازم تقدر بقى يا اخي مراتك ماما لما تشوفها منكوشه كده وفي حاله وحشه في المطبخ، الشبشب في ايديها كده وحله الاليه تحت بطها وبتصرخ، تقف تاخد جيست. ده يوم جميل، يوم لطيف، بس تاخد ساتر برضو عشان اي حاجه ممكن تلوشك تلبس تقيل، ها؟ وتقف بطريقه لذيذه وتبتسم وتقول لها كل سنه وانت طيب.